كريمة أبو فارس، أستاذة تعليم ابتدائي بإقليم تاونات. حضرت الندوة خلال تسلسل الأحداث واحتجاجات اللي كنقوموا بها في إطار التحالف المدني من أجل قضية التشهير بأعراض الناس وبصور وفي نشر الصور في المواقع الاجتماعية. نحن لازلنا مصامدون، مازال عندنا ما يدار، ومازال كنحتجوا على هذا التصرف اللامسؤول والصبياني نتاع شركة كارفور. وحنا أنا كنقدم تحذير لجميع النساء المغربيات سواء في مكناس أو في مدينة أخرى في الوطن المغربي كامل، أنه يديروا أتنسيون، ما يأمنوش الكارفور، لأن هناك كاميرات مهمتها ليس تأمين أو الحراسة كما يقولون، وإنما مهمتها هي التطلع أو الاطلاع على أسرار الناس وفضحها ونشرها في المواقع الاجتماعية. لذلك أهيب بجميع المسؤولين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة في حق هذه الشركة، وأن أحذر جميع الناس أو جميع الزبناء نتاع كارفور بأنهم ياخذوا الحيطة والحذر وما يأمنوش، ويديروا في بالهم أي تصرف راه محسوب عليهم وراه مراقب، وماشي مراقب بطريقة مسؤولة أو بطريقة قانونية، وإنما مراقب بطريقة عشوائية. لهذا حنا مازال محتجين ومازال نضالنا متواصل بأشكال نضالية مختلفة، ولن نتنازل، لن نتنازل، لن نتنازل، وكلنا مع السيد تاج الدين اللي تم التشهير به، وشكرا.